آخ يا نهاد، لو تعرفي شو صار فيني لتبكي علي ليل نهار. وليه؟ أنا مو سألتك إذا فيك شي وقلتي لي ما فيني شي، احكي لي شو صاير معك؟ جوزي الله يصلحه ويهديه قال بده يجيب أمه من حلب تسكن عنا. ولي شو هالخبرية هي؟ ايه والله مثل ما عم احكي لك. يا علي عليك يا أميرة، وقال أنا يلي كنت أحسدك إنك عايشة بلا حماتك، أتاري صبتك بالعين؟ الله وكيلك، ما خليت طريقة تعتب علي إلا وعملتها معه وما كان يقتنع. أقل كلمة يقول لي إياها عجبك عجبك، ما عجبك الباب بفوت جمل. والله جوزك باينته صعب كتير. شو أعمل نهاد؟ إيدي بزن نارك، شو أعمل؟ ولك حوبة، الرجال بينضحك عليه بكلمتين، تعي بالمسايرة، قولي له بدي آخذ راحتي ببيتي، بدي ضل أنا وياك لحالنا، يعني من هذا الكلام. لك قلت له ما اقتنع مني ولا شال حكي من ارضه. لكان ما الك غير تكذبي. كذبي؟ ايه تكذبي. شو فيها؟ ثلاث ارباع النسوان بكذبوا على رجالهم. مثل شو يعني؟ اسمعي اصفن لك فيها هيك لاقي لك شي دوباره. اسمعي بس يلا لا تطولي. نهاد لقيته، بتقولي له انك حامل. حامل؟ لك شو دخل الحمل بجية أمه؟ لك يا حوبة، لما يدرى إنك حامل أول شي رح يطير عقله ويدللك كتير، لأنه إلكن حصة متجوزين وإنتي لهلا ما حبلتي، وتاني شي بتصيري تمسي عليه قال يعني إنك تعبانة وحام وموحام من هي الحركات، وهيك هو رح يدوزنها بعقله إنه شلون بده يجيب أمه لهون مشان تخدميها، إما إنتي بده مين يخدمك؟ تعبانة حامل. نقاطك شو قوية. طيب وبلكي كشفني؟ لك يا جد بس شلون بده يكشفك؟ شو نسياني انه تضايق ام وحيد؟ بتكون بنت عمتها لحماتي، رح تجي تكشف علي وتكشفني انه كذابه وانفضح. ايه بسيطه، بتقولي له انه انا ما عاد بدي تضايق ام وحيد تكشف علي، كبرت وخرفت، جارتي نهاد بتعرف دايه شاطره ومقدره وبدي اياها هي اللي تكشف علي. وانت شو عرفك بموضوع الدايات؟ كملي كملي. لك يا جدبة رح فوت لعندك على البيت على أساس إنه أنا الداية، وبقول له لجوزك إنك حامل وبدك رياحة وما بصير تدقري شي بالبيت منوب منوب. فكري فيها، ما إلك غير هالحل صدقيني. خير أميرة شو بك؟ أخ يا ابن عمي والله ما بعرف شو بني، من وقت ما الصبح طلعت على شغلك وأنا دايخة وعم تلعي معتي اللي كنت رح أوقع على الأرض. لا 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 لك لا تكوني مالك قاتلة من الصبح على حاف بطنك. يا ابن عمي شو نسيت إنه كسرنا السفرة سوا؟ إي والله مزبوط. لك عن شو بك؟ بدني كله مكشكش، راسي واجعني وبطني عم توجعني، لك جسمي كله واجعني. لا 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 معناته تكه وحده بروح بجيب لك الحكيم. لا تقبرني. شو حكيم؟ انا بعتت ورا جارتنا نهاد، اجت شافتني وقالت لي انه بتعرف داية كتير شاطره رح تجي بعد شوي. لا 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 ليش شو بها الداية ام وحيد؟ هي داية حارتنا يعني مولده نص تسوان الحاره ومعالجتهم كمان. من عمي ام وحيد كبرت كتير وخرفت، هلا ما بتلاقي الا الدايه هي. شو كان اسمها؟ شو كان اسمها؟ ام حازم. اجت ودقت الباب. خير ان شاء الله مستناها. تقبرني ابن عمي، قوم افتح لهم، انا والله مو حسناني. قوم. ايه ايه يلا يلا قايم قومي انت على غرفه سطح. يلا يلا. اخ 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 يا راسي. خير اختي طمنيني شو بها حرمتي؟ والله يا اخي الك عندي خبرية، ان شاء الله تكون خير عليك وعلى حرمتك. المهم انه ما انا مريضة وما بدها خستخانة. لا ايوه ما بدها غير الدعاء بالسلامة. مرتك حبلة. حبلة؟ ايه حبلة، مشان هيك عم تلعي نفسها وتدوخ. لك ينصر دينك على هالخبرية. لا ايوه هي الك، هي نصها اجرتك ونصها حقن بشارف.
الله يجبر بخاطرك ويبعث لك الخلفة التامة يا رب. الله يعزك يا رب. الحمد لله يا رب العالمين، الحمد لله. ايه يا أخي، بس بدي نبهك على شيء، إنه مرتك لازم تضل متسطحة أقل شيء شهر، وما بتنفع لا الحركة ولا القومة، وما بصير توقف على رجليها أكثر من 10 دقائق. لك لك لك، مشان شو كلها؟ لأنه مرتك ناعمة وجسمها ضعيف، وهذا أول حبل لإلها، ماشي بيروح الولد لا سمح الله. لا 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 لا، شو يروح الولد؟ خلاص خلاص، أنا بريحها، أنا بتصرف. إيه تمام، لهيك لازم تدير بالك عليها بالأكل وبالشرب، وكل شيء يجي لقدامها، وما تشتغل وتتحرك إلا للضرورة. ولا يهمك ولا يهمك، أنا رح أتصرف وأعمل كل هدول، توكلي على الله ولا تاكلهم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اسمعيني يا بنت العالم والناس، من اليوم وطالع قومة ما في، حركة ما في، أي شيء بدك إياه بيجي لعندك لهون وأنت متسطحة. يا ابن عمي، مين بده يقوم بشغل البيت والطبخ؟ أنا بدبرها، أنا بدبرها. يوم بناكل صفيحة، يوم بناكل كباب، يوم بناكل مشاوي، وبالنسبة لتنظيف البيت لا تاكلهم. أنا رح أجيب وحدة بنت عالم وأكابر كل يومين والثالث تشطف لك البيت من بابه لمحرابه. إذا هيك موافقة. أخوين عايمة عدي. بس ابن عمي، أنا نسيت شغلة، يعني أنت مو بعد كم يوم رايحة رحلة بتجيب أمك؟ أي مزبوط، رايح أجيب أمي، شو بيأثر عليكي؟ لك يا ابن عمي، بتلاقيها حلوة أنا هيك متسطحة، ومرت عمي قاعدة وهي بدها مين يخدم عليها ويقوم فيها، إي والله مو ظابطة. شو تخدم عليها؟ أنت مانك قدرانة تقومي، أنت ببطنك ولد. هذا ضنا ضنا، بتعرفي شو يعني ضنا؟ اجتني فكرة، رح اجيب امي لهون عالشام، استاجر لها بيت صغير وحط عندها وحدة تخدمها، منه بكون اطمنت على امي ومنه بكون اطمنت عليكي كمان. قريتك تقبر قلبي شو مدبر وفهلوي. بعجبك، شو جاي على بالك تاكلي؟ لك لا تقومي، وين عايمة؟ معلش حبيبي معلش، جاي على بالي صحن قطايف. العيونك احلى صدر قطايف، عليه جوز ولوز وبندق وموز، غيره شو بدي؟ بدي ما تتاخر علي. تكه بيكون عندك. والله الحبل حلو، يعني لو عن كذب. طمنيني شو صار معك مشان حماتك؟ لك اسكتي لك نهاد، مو جوزي غير رأيه مشان جيت امه عالشام؟ يعني بطل يجيبها؟ لا ما بطل يجيبها، رح يجيبها عالشام بس رح يستكري لها بيت لحالها، منه بتضل قريبة مننا ونحن بنضل لحالنا. ايه هاد الحكي اللي بينسمع؟ والله ماني عرفانة كيف بدي رد لك جمايلي. لك شو هالحكي هاد؟ انت مثل اختي. بس بتعرفي نهاد، يعني انا عم اقول إنه لازم أقول لجوزي عن قصة الحمل الكذابة، يعني ما بدي القصص تكبر أكثر من هيك. أيوة هي بقى شلون بدنا نحلها؟ إيدي بزنارك، أنت خططي وأنا بنفس. بتعرفي شو؟ ما إلك غير تقولي له إنك وقعتي عن الدرج. إيه وقعتي وتزحلطتي وجعتك معدتك، ومثل العادة بتقولي له رح أبعت ورا الداية مشان تكشفي علي، تطلعي مسقطة وخالصي. لا أنا هيك خفت كثير. لك يا هبلة، يلي بدك يا صار، وجوزك وافق إنه ما يجيب أمه على البيت، لهيك خلص مشيها. طيب وبلكي بعد ما سقط يجيب لي أمه لهون؟ إيه لا حبيبتي، لأنه يلي بتسقط بدها رياحة مثل الحبلة، لا تاكليهم هالقصة. أيوة نشوف شو رح ساوي. إيه شوفي. آخ يا بطي عمود، الحقوني ببوزيتكن. آخ 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 خير أميرة خير. بوزيتك يا عمي، داخلين من التصديح، طلعت اتمشى شوي بأرض الديار رغم علي وقعت. آخ لك الله لا يوفقك، أنا ما قلت لك لا تتحركي من مكانك. بوزيتك الحني، بوزيتك الحني. شو عمل هلا يعني شو عمل؟ روح لعند جارتنا نهاد، خليها تنادي لي على الدايم أحمد. آخ مين أحمد؟ آخ لك الدايم اللي عم تكشف علي. قلتي لي اسمها محازم. أعلي أعلي مو معي، خربطت باسمها. آخ آخ. طب يلا يلا تكر تكر، روح بجيبها يلا. بسرعة بسرعة ابن عمي. آخ يا رب لي دخي. إن شاء الله لا تواخذيني يا أختي، بس مرتي مدري شو بها ومضطرين على الداية تروح تكشف عليها. أخي ولا يهمك، خلص أنا هلا رح ألبس وروح جيب الداية.
لا لا اختي لا لا تعزبي حالك، ما في وقت، انت دليني وين هي وانا بروح بجيبها. اخي ما رح تعرف وين البيت لان البيت صاير بحارات ضيقه. خلص انت ولا يهمك، روح خليك جنبها لمرتك وانا بجيب الداية براسي. مو مشكله مو مشكله، انا بدور وبسال، بس انت سكريني شو كان اسمها؟ ايه اسمها ام عدنان. ام عدنان معروفه اخي. والله هذا هو صوت الداية. طيب اختي زكاتك، هاي الداية شو وصلتها لمرتي من شان الرياحة بوقتها؟ ايوه ايه هاد يا سيدي قالت انه مرتك لازم تضل متسطحة الا شي شهر، ولا يعني لا بيواتية لا الحركة ولا القومة. وشو كمان قالت؟ ايه قالت انه ما بيصير توقف اكتر من 10 دقايق. ايه ما في داعي، ما في داعي تجي لا انت ولا الداية تبعك، انا بدبر حالي. يوه اخي شو عدا ما بدا؟ وقت بدي اياكي بقول لك. سلام. الله معك. شو صار؟ اخ يا ابن عمي الوجع عم ياكلني اكل. اخ يا بطني يا بطني دخيلكم. خلصتي ليه؟ عم تكذبي علي يا بنت الحرام. انا قلتي لي ما بدك تضايق ام وحيد، قلنا ما بدنا تضايق تبع حارتنا، مرقنا لك اياها. قلتي لي روح نادي رفيقتي مشان تنادي الداية، سكتنا. قلتي لي انه الداية اسمها ام حازم، قلنا على عيني وعلى راسي. قلتي لي الداية اسمها ام احمد، قلنا لحالنا خربطت البنت. اما رفيقتك بتقول لي الداية اسمها ام عدنان، لا هون بينت اللعبة. والله وكيلك رفيقتك حافظة شو قالت لي الداية اكثر مني وغصبا عن مني. هاي اللعبة بينك وبينها بينت. انت وياها عم تكذبوا علي، عم تعملي حالك حامل من شان ما اجيب امي سكنها هون بالبيت، وانت فجاه هيك من عند الله صرتي حامل، وانا فجاه رح اجيب لك امي وسكنها هون بالبيت غصب من عن منك، واللي بدها اياه بيصير غصب من عن منك. سمعانه؟